أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في الهيانات مصادر محلية: إجراءات حكومية برداء الفساد تسبب خسائر فادحة الفلاحين في العراق. وفي المدى فرق الإنقاذ تعثر على 27 جثة من ضحايا عبارة الموصل وأموال في دجلة كذلك. ونقرأ في كتابات الكربون: يتهم الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية بالطائفية. وجاء في الزمان: النزاهة تضبط تجاوزات على مبالغ استقرار نينوى. وفي العربي الجديد: يوم حداد وطني في سريلانكا وارتفاع قتلى تفجيرات الأحد إلى 310. ونطالع في القدس العربية: الحوثيون السعودية والإمارات ستكونان في مرمى الصواريخ إذا انهارت هدنة الحديدة. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة: واشنطن تخصص 10 ملايين دولار مكافأة لقاء معلومات عن تمويل حزب الله. أهلا بكم. الخطوة البرلمانية رغم شكليتها لكنها تترك انطباعا نفسيا إيجابيا عند أهل العراق في إعادة مزاجهم العام إلى سابق عهده قبل الفيضان التحريضي الطائفي، إذا ما ارتبطت بخطوات جادة من قبل حكومة عبد المهدي، لأن يتم تسويفها داخل البيروقراطية الحكومية واندفاع بعض جهات الفساد لكي تستثمر في المساحات الاستثمارية العربية الجديدة بعد امتلاء البطون من المال العراقي. عن القمة البرلمانية ودول الجوار والتناقضات الحكومية والنوايا الإيرانية كتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية. كما تقع على عبد المهدي مسؤوليات سياسية وثقافية يعرفها جيداً وتتعلق بالمنهج الإعلامي والتثقيفي لبعض الأحزاب الموالية لإيران والعمل على إخماد جذوة نعرات الكراهية والثأر التي تعج بها وسائل إعلام هذه الأحزاب وفضائياتها، ما يجعل الخطوات الدبلوماسية للانفتاح العربي محفوظة داخل أدراج رئيس الحكومة الذي تقع عليه في هذه الأيام مسؤوليات كبيرة وتاريخية لإنقاذ البلد مما وصل إليه، ولديه مساحات واسعة للتحرك والاعتماد على كفاءات عراقية وخبرات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية قادرة على خدمة هذا التوجه إن كان جاداً. وهؤلاء كثر داخل وخارج العراق لا يريدون مناصب ومواقع حكومية بل فقط خدمة وطنهم. لا شك أن إيران غير مرتاحة لخطوة رئيس مجلس النواب العراقي ولا لزيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للسعودية ولا لأي خطوة في الانفتاح العربي، لأنها تأكل من جرفها وتفتح بعض المتاريس التي أبقتها طهران مغلقة حول عنق العراق. يضيف الكاتب: وهي تعتقد أن كرة الثلج إذا ما تدحرجت بعيداً عن شرق العراق سيصعب في المرحلة المقبلة إيقافها، وأن ولاء الميليشيات المسلحة وأنصار الحرس الثوري الإيراني واستعراضاتهم في الإعلام والشوارع والمدن لن يعطل تمزيق شباك العنكبوت بالأحرى الواهنة مهما تفنن قادة نظام طهران في الإيحاء بعظمتهم. هؤلاء لديهم عقدة العرب واعتقدوا أن هيمنتهم السياسية على بعض مسؤولي الأحزاب كافية تماما لتحويل العراق وتبعده عن عروبته، لكن الواقع الصعب الذي مر به شعب العراق في ظل هيمنتهم هو القاعدة الرصينة لعودة هذا البلد إلى ظهيره العربي. جاء في الزمان: شهدت جميع دول العالم بما فيها أوروبا وإبان ثورات شعوبها على أنظمة الحكم بمراحل عنف سياسي حادة، ومنها أحكام الإعدام الجماعية بعد الثورة الفرنسية، غير أن هذه الدول سرعان ما أدركت خطورة هذا النهج الخطير على المجتمع فتخلت عنه لتبدأ بناء أنظمتها الديمقراطية الليبرالية مؤكدة أهمية احترام حقوق الإنسان وحريته، وهو درس
بليغ لم تستوعبه التيارات السياسية في الوطن العربي، خاصة في العراق الذي بقي أسير مفاهيم صراعات سياسية تخللتها مشاهد انتقام وتصفية جسدية للخصوم في جميع مراحل العمل السياسي. مقال للكاتب طارق الجبوري في صحيفة الزمان العراقية. ما تلا ذلك من أحداث يدل على فشل جميع التيارات السياسية شيوعية أو قومية بترسيخ قيم الحوار البناء، بل إن مبدأ عدم الثقة بالطرف السياسي الآخر كان سمة هذه التيارات الذي وصل حد تخوين كل طرف للآخر واتهامه بالعمالة لهذه الدولة أو تلك. في تلك الصراعات الدموية كانت قواعد الأحزاب هم من يدفع الثمن غالياً بالاعتقال أو القتل أو التشريد، ناهيك عما دفعه الوطن والمواطن من تضحيات ودماء وحرمان حتى صار العمل السياسي في العراق لعنة ما بعدها لعنة. صورة دموية طبعت مسيرة العمل السياسي في العراق إلى الآن برغم ما تحمله مبادئ جميع الأحزاب والتيارات السياسية بجميع أجنحتها الوطنية والقومية والإسلامية من مفاهيم نبيلة وجميلة تستهوي من يطالعها، لكنها جميعاً سرعان ما تنقلب على مبادئها وتجد تبريرات لتسويغ ممارساتها في البطش والتنكيل بالطرف السياسي المخالف لها، وهو ما جر وطننا إلى ويلات وكوارث لا حد لها. يضيف الكاتب: ما زالت أغلب التيارات السياسية الوطنية تعيش عقد الماضي التي لا نجد تفسيراً منطقياً لها، في حين أن منطقة مصلحة الوطن تتطلب منها وقفة جدية ومراجعة شجاعة وصريحة، ويعترف فيها الجميع وكل طرف يعترف بأخطائه والاستفادة من تجارب الماضي القريب. ولا أظن أننا نغالي أو نبتعد عن الموضوعية إذا قلنا إن أحد أبرز أسباب انحسار التيارات الوطنية والقومية هو حالة اليأس التي أصابت المواطن منها، وهو يعيش حالة تردي وانحدار وتخلف وفساد غير مسبوقة إطلاقاً. جاء في القدس العربية: احتفت أجهزة الإعلام العراقية ومعها عديد الساسة باستضافة العراق في قمة برلمانات دول جوار العراق، معتبرة إياها استعادة للدور المحوري للعراق بعد سنوات عجاف من الدور التحالفي، وإنه إنجاز وتحول مهم وانتقالة نوعية في مسيرة الدبلوماسية النيابية العراقية. وبلغ المديح ذروته حين انهالت التهاني على رئيس البرلمان العراقي لتمكنه من الجمع بين برلمانات هذه الدول المتنازعة غالبا. وكيف أن قمة بغداد قد تصبح في القريب العاجل تكتلا إقليميا جديدا للتنمية والاستقرار، ولكن الحقيقة غير ذلك إطلاقا. فالصراع بين تلك الدول قائم، وهناك مشتركات بينها في انتهاك حقوق الإنسان بحسب مقال الكاتبة هيفاء زنقلة في صحيفة القدس العربي. تجاهلت أجهزة الإعلام سذاجة أو حماسا أو تعمدا عن نقاط أساسية كان يجب أن تثار في تعاملها مع خبر القمة، لعل أهمها أن معظم هذه البرلمانات لا تمثل شعوب الدول المشاركة. فأعضاء البرلمان العراقي مثلاً هم حصيلة المحاصصة الطائفية والعرقية، وانتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 20% فقط، ما يعني أنها تمثل ذات الوجوه الفاسدة بأقنعة مغايرة. وقد لا ينطبق الحال نفسه على كل البرلمانات والدول، إلا أنه ينطبق بالتأكيد على عدد منها بدرجات متفاوتة. النقطة الأخرى التي تم تجاهلها هي أن هناك الكثير مما يجمع بين دول الجوار الست المشاركة، وهي إيران، سوريا، السعودية، تركيا، الكويت والأردن، بالإضافة إلى العراق، في خلفية المناوشات الظاهرة بينها يومياً وتحت سطح ما يتصوره الناس. وإن التعاون قائم بين هذه الدول والبرلمانات جزء لا يتجزأ منها بشكل عميق يتوغل في بنيتها الأساسية، ويتبدى ذلك بوضوح كبير خاصة بين إيران والعراق والسعودية وسوريا تحت العنوان الأعظم في عالم اليوم: مكافحة الإرهاب. حيث ينافس العراق وإيران وسوريا في ممارسة التعذيب المنهجي بحق المعتقلين حسب سياسة هؤلاء، عليهم جميعا أن يعترفوا بلا تمييز جنسي أو عمري على البرلمانات،
حيث يجب إقرار مشروع قانون مناهضة التعذيب مثلا، حيث يتساءل الكاتب: ألا يدركون أن سكوتهم على سياسة حكوماتهم القمعية هو الذي يولد عدم الاستقرار والإرهاب وعدم الثقة وفشل التنمية؟ سؤال وجيه، حيث يسأل: أليس توليد الإرهاب وصنعه المباشر هو بالذات من أهم وسائل الحكم القمعي؟ وقد كان نعوم تشومسكي هو أول من قال عندما أراد أحدهم إحراجه بالسؤال عما إذا كان هناك بديل لمكافحة الإرهاب، فقال: هذا سهل، فقد توقفوا عن صنعه. حاول مجلس محافظة بغداد أن يفعل شيئا بدل الوقوف متفرجا على تفشي ظاهرة الانتحار في العراق بين الشباب والمراهقين خصوصا، فأصدر قرارا بإنشاء سياج أمني محكم لجميع الجسور في بغداد بهدف منع الشباب من إلقاء أنفسهم من على الجسور والتراجع عن قرار الانتحار غرقا. تقول الكاتبة عدوية الهلال في صحيفة المدى: لا نريد هنا أن نقلل من قيمة القرار الذي ربما سيساعد إلى حد ما في الحد من حوادث الانتحار، ولكن هل سيمكن للسياج الأمني أن يمنع من أن تصبح الحياة عبئا ثقيلا عليه ويحتاج إلى التخلي عنها بالهروب منها إلى عالم الموت المجهول بما يحمله من رهبة؟ إذ يبدو أن رهبة الموت لا تطول في تلك اللحظة من يفقد الإحساس بقيمة الحياة. في محاولة الحد من أي ظاهرة، يعمد الخبراء والمتخصصون إلى مناقشة أسباب تلك الظاهرة للسعي إلى معالجتها، ومن يسعى إلى القضاء على ظاهرة الانتحار أو الحد منها لابد أن يبحث في أسبابها التي لا يجهلها أحد. فالشاب العراقي حالياً قد لا يملك خيارات كثيرة ليعيش حياة كريمة، فهو إما عاطل عن العمل أو مضطر لممارسة أعمال مهينة أو فقيرة ليدفع عجلة الحياة، وقد يكون فرداً من عائلة مفككة وتواجه مشاكل أسرية كبيرة، أو يائساً من تحقيق أمنياته الدراسية. كما أن هنالك من يواجه متاعب من نوع جديد بسبب هيمنة وسائل التكنولوجيا على حياتنا، وقد يتعرض عبرها إلى ابتزاز إلكتروني يضعه في زاوية التهديد والخطر، فيختار الموت خلاصاً من الفضيحة والعواقب الاجتماعية أو الأمنية، أو ربما يتورط بالإدمان على المخدرات ويفضل الموت علاجاً لإدمانه. حقيقة أن ظاهرة الانتحار لن تقتصر على القفز من على الجسور، بل يمكن تنفيذها بوسائل مختلفة ومبتكرة، لكن محاولة الحد منها تحتاج إلى خطوة أولى وأساسية، وهي حل مشاكل الشباب الاقتصادية بتوفير فرص عمل وأبواب رزق كريمة لهم. يمكن للحكومة أن توفر بيئة استثمارية سليمة مثلا على سبيل المثال، لتعيد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعراقيين، وبدلا من انتظار الشاب لوظيفة حكومية ميؤوس منها، لأن ضبابية الصورة ومجهولية المصير يمنحان الشاب سلاحا ينفذ به قرار مغادرة الحياة دون أسف عليها. نحو سوريا، حيث جاء في العرب الجديد: يتمتع بشار الأسد بموهبة فريدة من نوعها، هي القدرة على اكتشاف الأسوأ من بين جميع الخيارات المطروحة والأخذ به دائما ومن دون تردد، وهو لذلك لا يخرج نفسه من ورطة حتى يدخلها في ورطة أروع. وهو يشبه في ذلك من يتخبط في رمال متحركة، حيث لقد دمر بشار كل الجسور التي كانت تربط سوريا بجيرانها أو أشقائها العرب، الذين وصفهم بأنصاف الرجال، معتدا بقوته الجديدة التي استعارها من اطراء الإيرانيين له ودعمهم لحكمه في الوقت الذي لم تكن طهران تخفي إطلاقا بأي شكل من الأشكال طمعها بضم سوريا إلى الهلال الشيعي، بحسب مقال الكاتب برهان غليون في العرب الجديد. ها هو يجد نفسه اليوم وجها لوجه أمام حصيلة أفعاله: لا دولة ولا مجتمع منظم ولا إدارة مدنية ولا اقتصاد ولا موارد وإمكانيات، وأهم من ذلك كله من دون قوة عسكرية وأمنية مستقلة خاصة به يسحق بها أعداءه. كما كان يحلم ويفكر دائماً حتى يحولهم إلى هباء لا يستحقون اعترافه بوجودهم.
ومع عجز حماته الإيرانيين عن إسعافه بعد العقوبات القاسية التي فرضت عليهم وإنزال العقوبات بحرسهم الثوري الذي وضعته واشنطن على رأس قائمة الإرهاب، وبعد رفض الروس إنقاذه بسبب تطرف مواقفه، أهو يقود سوريا نحو الانهيار الاقتصادي والسياسي المحتوم ويترك شعباً من ربع مليون نسمة في حالة من التفكك والفوضى والانحلال؟ هل سيقبل الأسد ما كان قد رفضه منذ ورث الحكم عن والده وتحول إلى أداة في يد الأجهزة الأمنية الحاكمة فعلياً ويتجاوز حقده على السوريين وإرادة الانتقام منهم حتى النفس الأخير؟ أم سيتمسك بحصارهم بمساعدة حلفائه حتى وهو في حالة حصار لا فكاك منها؟ طبعا في بداية الاحتجاجات الشعبية لم يكن كبار مسؤولي النظام يتوقفون عن ترديد كلمة خلصت، بمعنى انتهت المسألة أو سوف تنتهي خلال أيام أو أسابيع حتى. وربما جاء اليوم دور المعارضة لتردد العبارة ذاتها خلصت، مع نظام لم يعد له من مقومات النظم السياسية أثراً يذكر، ولكن بعكس النظم العربية الأخرى التي وجدت داخل مؤسساتها وصفوف مسؤوليها من يعني يمدها ولو إصبعاً إلى الجمهور الثائر، لا يوجد في نظام الأسد مثلاً من يجرؤ على تخوين المعارضين واتهام الشعب والتشكيك بوطنيته. إلى أين يتجه الحراك في الجزائر والسودان؟ سؤال طرحه الكاتب محمد مالكي في مقال بموقع عربي 21، مضيفا: لم يسفر الحراك المستمر في كل من السودان والجزائر عن أي صورة واضحة ونهائية لما سيكون عليه المستقبل السياسي في هذين البلدين، كما لم يعكس أي مؤشر عن تراجع قوته أو فتور جذوته، فمواطنو البلدين ما زالوا مستمرين في التعبير عن مطالبهم وإصرارهم من أجل كتابة صفحة جديدة في تاريخهم لم ينل التعب ولا الوهن من عزائمهم. يختلف حراك السودان في علو جرعة التعبير عن نظرة المواطنين لمؤسسة الجيش ودرجة الاحتراز من سلوكها، بل والدعوة إلى فك الارتباط بها وإيقاف الحوار معها، وهو ما لم يصله الحراك الجزائري بعد. ربما لاستمرار اقتناع الجزائريين بأن جيشهم وطني وأن له مشروعية التحدث والدفاع عن مطالبهم الوطنية، على الرغم من وعي نخبهم السياسية وشرائح مجتمعية واسعة طبيعة العلاقة الدقيقة والملتبسة بين الجيش والمؤسسات المدنية في مجتمعات مركبة كما هو حال الجزائر. لذلك سيضع الحراك إن حافظ على زخمه وسلميته واستماتته مؤسسة الجيش أمام المحك، وربما سيعقد حظوظ مرور الجزائر إلى انتقال سياسي سلس وحقيقي. طبعا بخلاف السودان، لا تبدو الجزائر حتى الآن في وفي حدود ما هو ظاهر أنها عرضة للتأثير الإقليمي العربي، كما أن الحراك عكس بدرجة عالية رفضه المطلق للتدخل الخارجي منذ الأسبوع الأول من التظاهر، لا سيما من قبل فرنسا وروسيا والقوى الغربية التي لها مصالح مع النظام القائم. بعيداً عن السياسة، تحدى نحاتون الجاذبية ونجحوا في إنجاز منحوتات لافتة للنظر في إطار مسابقة لموازنة الحجارة تعرف باسم ستون ستاكينغ خلال عطلة نهاية الأسبوع في تامبر على شاطئ أسكتلاندا الجنوبي الشرقي. وقال جيمس كريغ بيدج وهو مؤسس هذه المسابقة التي نظمت السبت والأحد على المستوى الأوروبي: موازنة الحجارة من أقدم أشكال الفن، وقد يعود إلى جذور البشرية الأولى، وقد اشتهر هذا الفن في السنوات الأخيرة بفضل أعمال الفنانين بيلدان ومايكل جراب وباتت محور مسابقات وباتت بالأحرى محور مسابقات دولية عدة، وفق ما أوضح بيدج. ويقوم هذا النشاط عمليا على وضع حصى وحجارة مختلفة الأحجام وأشكال الواحدة فوق الأخرى، وصولا إلى منحوتات مجردة في غالب الأحيان. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.